كان عندي غيرة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ادعي لي. مواقف ولحظات عفوية وأخرى صعبة في Forbes Summit 30 Under 30. من ما وصلت فصار شوية قصص بس عادية يعني، نحن زبطناها وكانت الحفلة بتجنن الحمد لله. كنت بحياتي الأولى بحبك من قلبي بأولى. من جديد جمعت قيمة فوربس الشرق الأوسط 30 under 30 عدد من أشهر الأسماء اللي حققوا شهرة وإنجازات في العمر ده. فمن الـ 1 billion summit في دبي سافرت سارة الورع وصبا شمعة عشان يشاركوا في الإيفنت ده. أحمد حاليا موجود بدبي عشان الـ 1 billion summit، أنا كنت كمان موجودة هناك وعنده بوث لشركته وكذا فما قدرت أتواجد معي اليوم. وصبا حبت تعتمد أوتفيت مميز في اليوم ده، فالحلو إنه على طرف البليزر وعلى الهير بو في من قماشة الكوفية الفلسطينية. صراحة أنا أول ما حكولي إنه I'm invited كتير انبسطت لإشي واحد، إنه كل حدا بيتمنى يكون موجود بهيك مكان، لأنه فوربس جد إشي كتير كبير يعني مش إشي يستهان فيه. كمية الناس المهمة الموجودة هون يعطيك هذا الطابع إنه أنت مهم كمان، فكتير صراحة انبسطت وكتير نفسي إنه أكون بيوم من الأيام موجودة على هاي المجلة الرهيبة إن شاء الله. أنس بوخش كمان اللي كان عنده جلسة في الـ 1 billion summit شارك في السمت دي كتير، وكان عنده ماستر كلاس عنوانه The Startup Starter Pack Branding 101. It was always this idea of trying different things and not accepting to be in one dimension. أقدر أقول كلمة فخور عشان الواحد يقدر يلعب دور مع الشباب العربي، أحس مهما يكون الدور حتى لو صغير، أن تقدر يمكن تشجع شخص ولا تساعده يجاوب على سؤال شخصي ولا تحمسه أن يبدأ مشروع، أحسها من أفضل الأشياء الواحد يقدر يسويها أنه يستثمر في الجيل الواعد ولا الشاب، أن هذه اللي آخر شيء بيغير نحن بنروح هم بيون وتبينهم معصان يقدمون قيمة اللي في هالدنيا إن شاء الله، ومش بس عربيا ولكن عالميا. وأنس في الإيفنت ده قابل رامي رضوان. إني لقاء بيننا الحقيقة. أنا قعدت أفكره بأول لقاء. كان السنة دي في الصيف. بس هو كان لقاء يعني راندم وسريع جدا وفي سطب مختلف تماما. فأنا كنت عارف إن هو مش في الغالب مش هيفتكره. بس فقلت له إحنا أول مرة تقابلنا كان في كذا كذا كذا. وهنا حبينا نعرف رأيه في برنامج أنس أي بي توكس، وإذا بيفكر في يوم يكون معاه في مقابلة هو وزوجته الدنيا سمير غانم. أي بي توكس شو أنا بحبه جدا، وأنس شخصية جميلة ما شاء الله. ومن الناس اللي عندها فايبس حلوة، سؤالك بس عشان بيحمل انت ودنيا فانا مش هقدر اديك اجابة. ليه؟ لانه ده في اعتبارات كتير وظروف كتير وكلام ده كله، انما لو بتسأليني عن نفسي طبعا احب استضيف انس وما عنديش مانع ان هو يستضيفني بالعكس. اما بالنسبة لمشاركته اقولك ان انا يعني ظروفي ما سمحتش السنة اللي فاتت ان يكون موجود في النسخة الاولى، وكان عندي غيرة لان انا اي ايفنت الحقيقه بيجمع مجموعه من رواد الاعمال واللي عندهم ستارت ابس انا ببقى مستمتع وانا موجود فيه. والصامت دي ادت الفرصه لروزا انها تتعرف على ناس في الميديا، بما ان هي دي الحاجه اللي حابه تكمل فيها في المستقبل. كثير مبسوطه honestly، عن جد للصراحه يعني كثير كنت متحمسه، خصوصا لانه فوربس يعني من الاشياء اللي كنت من زمان حابه احضر لها شيء، سبيشلي انه انا بدرس اعلام، فكتير حبيت انه فكرة انه اوكي صحت لي فرصة وانا بدرس هذا الاشي انه اجي اكون بارت. وبان على ايام ما خلتش فرصة مشاركتها في الصامت دي تروح، مع العلم ان هي حاليا مشغولة تتحضر لفرحها اللي بقى قريب جدا شهر 5 ان شاء الله، باول اسبوع من شهر 5 حيكون عائلي اكتر، لانه انا جودة مش بالسوشيال ميديا وهيك، لازم احترم خصوصيته هو، فرح يكون عائلي شوي اكتر. حعمل فرح حلو يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله ادعي لي. طيب بالنسبة للويدنج دريس، ايه هو فستان احلامها؟ لسه ما عندي فكرة، قلت يعني حنحف شويتين بعدين نفكر. ما تشيليش هم يا بانا، فالمصمم زاد حبايا موجود، فهو تواجد لأول مرة في الجونة ومبهور بجمالها. متعقد أول يعني it's such an impressive place، والحرارة يعني التأس كتير حلو. It's beautiful. صراحة إلنا شرف إنه نكون listed بالForbes 30 under 30. Such a nice experience. It's beautiful. بس دي مش المشاركة الأولى لمهند حطاب أو زيارته الأولى لمصر. الناس بتفتكرني مصري و I love it بصراحة. أنا طول عمري ما أعرفش ليه، طول عمري وأنا صغير صحابي مصريين، الأفلام اللي بتفرج عليها مصرية. بس بيفضل حبه الأكبر هو الروبي. أحب روبي يعني في ناس سبحان الله كده خلاص they're stars. روبي is the stars. عملت فيديو اللي هي أيوة يا ليالي، يس يس عملت فيديو من I think أشهر فيديو عندي في ال... حلال.
تاني لتاني مرة، عشان كده كان مرتاح. حاسس حالي عن جد ببيتي، يعني حاسس هيك تعودت على الجو، والمنظمين تبع المهرجان أكيد الست خلود. ما بحس إنه أنا جاي مثلا شغل أو على تكريم أو على مهرجان، بحس حالي مثلا حدا من العيلة إذا بدك. وعلى قد ما كان متحمس ومبسوط للرحلة دي، إلا إن كان في شوية توتر في البداية. شنطة ما وصلت، فبقيت بنفس التياب اللي جيت فيهم على المطار بالسفر. ايه ما وصلت شنطة ليومين، فطلعنا على المسرح بتياب المطار، كنا لابسين هودي وهيك، والفرقة كمان ما وصلت، فصار شوية قصص بس عادية يعني، نحن زبطناها وكانت الحفلة بتجنن الحمد لله. أما زينة ميكي فدي تعتبر المرة الأولى اللي بتحضر الصمت، بس مش أول مرة في الجونة. صراحة وجودي هون دايما بيعطيني حياة بمصر خصيصا، وهلأ تاني مرة إلي بالجونة. متحمسة أكيد أكون بفوربس، لأنه بتعرفي الكونكشنز اللي بتعمليهم مع العالم، ناس بالاندستري، بصير في تبادل افكار، بتشوفي بتلتقي بناس على طول، انه في ناس كان على بالي التقى فيهم من زمان. حتى الانسبايرنج بانل يعني بتشوفي عالم بيقولوا والله استفدنا من السمول تيب قلتيها، فبنبسط يعني. وملكة جمال لبنان السابقة ياسمينة زيتون كمان كان عندها طاق في الصامت دي، وهي قضت كل وقتها في الجونة مع زينة بما انهم اصحاب من قبل كده. انا بعرف زينة من زمان و جينا مع بعض بالطيارة وهيك، فأنا I love her so much، وكانت الجونة كانت حلوة لأنه معه. ومحمد صباغ كمان بيحب زينة، واتبسط إنه قابلها في اليوم ده واتكلم معها. صراحة شوفي، إحنا قعدنا نحكي أنا وزينة مكي قبل شوي، قبل مبارح، وفتنا في conversation جدا لذيذة. صراحة من الناس اللي أنا بحب شخصيتهم على السوشيال ميديا، genuine، حكي كلام حلو ممكن الواحد يستفيد منه، وبنفس الوقت كل حد عم بيعمل content بيخصه بطريقة معينة.